اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لمداخله مع كابتن ناصر عباس الخبير والمحاضر التحكيمي. كابتن ناصر ازاي حضرتك؟ تحياتي لك كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. 25 مليون جنيه متاخرات للحكام. ايه رايك في هذا الامر وكيف تاخر اتحاد كره القدم لهذه المده عشان يبقى عليه 25 مليون؟ كابتن اسلام لاول مره يمكن احنا بقالي يمكن 25 سنه حكم ومحاضر ومجلس الحكام ان يبقى المبلغ دوت موجود مستحقات الحكام حتى الان لم تصرف. على الرغم بان زي ما حضرتك قلت من شويه ان الانديه الدوري الممتاز بتدفع مسبقا بتدفع لاتحاد الكره مستحقات الحكام. يعني الدوري الممتاز كله يا كابتن اسلام قبل بدايه الموسم الانديه بتدفع المستحقات بالكامل لاتحاد الكره. نعم. نمره اثنين، خلي بالك يمكن المبلغ اكثر من 25 مليون. حضرتك بتتكلم في الدوري الممتاز، الممتاز به القسم الثالث والقسم الرابع، وعندك مسابقات بطوله الجمهوريه وبطوله القطاعات والبراعم. الحاجات دي كلها لحد دلوقتي كابتن اسلام لم تصرف من فتره، زي ما تحقق اكثر من 25 مليون جنيه للاسف الشديد. واحنا يمكن من خلال برنامجك والاستوديو قلنا الكلام دوت، ان من اهم تطوير اداء الحكام ودي اضعف شيء احنا بنتكلم فيه هي مستحقات الحكام. طيب يعني هل انا عارف ان حضرتك بتعلم الامور او امور كثيره داخل لجنه الحكام، هل هناك امل قريب في صرف حتى ولو جزء من مستحقات الحكام؟ بعد ما الاعلام اتكلم امبارح والسوشيال ميديا اتكلمت في الموضوع ده كابتن اسلام، ان شاء الله هيبقى فيه مبلغ تقريبا هيبقى من مستحقات الحكام تقريبا شهرين او ثلاث اشهر هيتم صرفهم قبل. ينفع تقول لي ما يوازي كام تقريبا؟ يعني ممكن يكون من 10 مليون تقريبا او 8 مليون هيصرفوا للحكام في الفتره اللي هي قبل. ده هنأمل طبعا الكلام ده احنا من مصادر، ونأمل ان يا ريت يبقى نص المبلغ يا كابتن اسلام، لان الحكام فيه مشكله يا كابتن اسلام. طبعا ما هو خلي بال حضرتك احنا في اسوان، بروح اسوان رايح على حساب. نعم. انا النهارده انا راجل موظف في شركه، انا موظف، انا بتقاضى مبلغ يعني على قد المصاريف في البيت، وانت عارف طبعا كل البيوت ماشيه ازاي. عشان اروح اسوان وارجع رحله دي مش اقل من 2000 جنيه او 3000 جنيه لو ركبت الطياره او رحت بالقطار. عشان روح اسوان او روح سوهاج او روح اسكندريه دي بتكلف الحكام مبالغ كبيره جدا. نعم. احنا بنتكلم يا كابتن اسلام على المستحقات، احنا لسه ما اتكلمناش في تطوير اداء الحكام. هسالك في موضوع المعسكر، ولكن دلوقتي معلش مره ثانيه، لانه الحقيقه دائما ما ننتقد او كثير من الاوقات بننتقد، انا شخصيا بنتقد اداء الحكام وبقول ان هم، لكن في ظل هذه الظروف يجب ان يكون هناك عدالة حتى في توزيع الفلوس اللي ليهم. يعني أنا دلوقتي عليا 25، لما زي ما حضرتك بتقول لو طلعت من 12 ل 15 مليون فده هيبقى شيء جيد، خصوصا أن الحكام دول يعني يستحقوا لأنه بيبقى ليهم دور كبير جدا 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 في هذا الأمر. هتقول لي يا عم ما أنت بتنتقدهم على طول، ملهاش علاقة باللي أنا بقوله. فهل ممكن يحصل ده قبل عيد الأضحى؟ كابتن اسلام احنا يعني كويس حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، واعتقد ان البرنامج ده الكبير متشاب كويس قوي قوي، ومن خلال البرنامج بتاع حضرتك احنا زي ما قلت حضرتك انت قلت شيء مهم جدا، ولما تبقى قناه النادي الاهلي بتبقى حريصه جدا على ان الحكام ياخدوا مستحقاتهم، ودي حاجه جميله جدا على فكره. فمن خلال البرنامج الجميل بتاع حضرتك بنضم صوتنا وصوت حضرتك وبنقول ان احنا ان شاء الله نامل في الفتره اللي جايه قبل العيد ان يتم صرف على الاقل نص المبلغ اللي موجود. وده كابتن اسلام خلي بالك نفسيا كمان بيفرق كتير جدا طبعاً. الحكام خلي طبعا بالك. لان انا كحكم النهارده انا محتاج ان انا اتمرن، محتاج ان انا اطور من ادائي، محتاج ان انا اجهز نفسي. دي كلها محتاجه برضه مبالغ اعتقد هتبقى ان شاء الله. هنفضل بكره كمان وبعده كل يوم نسال عن هذا الامر لغايه ان شاء الله ما اتحاد كره القدم يستطيع، ولو ما عرفناش بقى نروح للنائب احمد دياب ونقول له، ونقول له يا سياده النائب رئيس رابطه الانديه، ونقول له يعني هو النهارده ابتدى يحل وابتدى بيقول ان هو بيحاول يحل مع اتحاد كره القدم في موضوع الحكام، فنتمنى ان يكون برضو دور الرابطه مع اتحاد كره القدم يكون لهم دور في هذا الامر خلال الايام القادمه. على الجانب الاخر في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه
المستحقات المتأخرة كان هناك أو هناك معسكر لإعداد الحكام بيحصل خلال هذه الأيام. إيه اللي بيحصل وكواليس هذا المعسكر؟ وحضرتك طالبت بريرة إن هو يكون موجود أو يكون موجود على الأرض بالفعل مع الحكام. طيب كابتن اسامه، اولا بحييك جدا جدا، يعني اولا لنا لو حضرتك نرجع بس للحلقه اللي احنا عملناها انا وحضرتك، وقلنا من اهم تطوير الحكام وانك انت تنزل ميدان الملعب. مفيش مدرب ابدا، لو بنتكلم على الكوره مفيش مدرب ابدا هيختار ال 11 لاعب من خلال المحاضرات النظريه يا كابتن. صحيح. وقلنا ان فيتور بيريرا قام الاوان ان هو ينزل ميدان اللعب، لان كان عندنا مشكله في التحرك والتمركز وقراءه اللعب. واحنا شفنا في مباراه حصل فيها لعبه عملت مشكله كبيره جدا جدا جدا، وجي منها هدف، والهدف دوت كان مثار جدل، ويمكن كل السوشيال ميديا اتكلمت. فالنهارده احنا بنقول لاول مره فيتور بيريرا بيلبس الشورت وبيلبس الشيرت وبينزل في ميدان اللعب، بيعمل حاجه اسمها التدريب العملي للحكام. يعني الاسلام ازاي الحكم يتحرك ويروح في المساحه الفاضيه، ازاي يبقى عنده قراءه بطرق وتدريب لعب الفريقين، ازاي ان هو ما يبقاش موجود في محيط اللعب زي ما حصل في مباراه فيوتشر لو حضرتك عارف، وحصل الهدف اللي جه والكره اتصدرت بالحكم وكان فيها مشاكل كبيره جدا. هو كان المعسكر كان اتعمل على فوجين بدا 11. الحمد لله. اولا يا كابتن انت عارف احنا استفدنا ايه من الصور والمعسكر ده؟ انا شخصيا استفدت ايه؟ ايوه يا كابتن، استفدت ان انا عرفت شكل بريرا. لا والله، لا بص يا كابتن، لا انا عارف شكله طبعا، ولكن يعني اعتقد هو يا جماعه معلش هاتوا لنا الصور تاني، معلش يا كابتن كابتن ناصر، معلش هنشاور للناس بس على بريرا يمكن مش عارفينه. اهو اللي واقف بشعر ابيض في النص ومشاور بايديه كده، ده خلي الصوره دي شويه يا شباب والنبي، اللي عامل كده بريرا معاه محمد فاروق. كابتن محمد فاروق انا عارفه، اداني كان بيديني انذارات على طول. مع مهند ضبا، دولت يمكن سيد مراد موجود. دولت في الملعب، وفي كمان عندنا ايمن بجيش وعندنا مهند. ده في صور اخرى، لكن الصوره اللي قدامنا دي احنا بنقول ان بريرا او فيتور بريرا رئيس لجنه الحكام اللي هو لابس تيشيرت احمر وبيشاور بايديه كده، اللي واقف جنبه كابتن محمد فاروق. بالظبط. اول مره كابتن اسلام اول مره فيتور بريرا يرتدي تيشيرت والشورت، ودي احنا قلنا اكثر من مره في البرنامج وفي التحليلي مفيش تطوير تحكيمي يا كابتن من المحاضرات النظريه. صحيح. ما حصلش في العالم ابدا ان في تطوير تحكيمي بيحدث من ان انا اقضي محاضرات. المعسكر ده مدته قد ايه يا كابتن؟ نعم فندم؟ المعسكر ده مدته قد ايه؟ المعسكر كان من 11/6 ل 16، اتعمل على فوجين كابتن اسلام. حلو جدا. كل فوج 30 حكم، وهم ال 30 حكم اللي هم النخبه اللي هم هيديروا المباريات اللي هي المتبقيه من الدوري العام. حصل يعني فيها كابتن اسلام المعسكر. اتفضل. اتعمل فيه محاضرات نظريه عن الاخطاء وسوء السلوك، لمسه اليد. اتعمل فيه حاجه اسمها الماتش مانجمنت اللي هي اداره المباراه. ايضا اتعمل فيها حالات من الدوري المصري، يعني هم جابوا حالات من الدوري المصري اللي هي ما يجب تصويرها في الاداء التحكيمي، وعرضوها على الحكام عشان الحكام ما تقعش بالخطا ده. تمام. خلصوا المحاضرات النظريه يا كابتن اسلام، وابتدوا ينزلوا الملعب يطبقوا الكلام ده في ميدان اللعب. ده اللي احنا كنا بنقوله وحضرتك كنت دايما بتاكد عليه، ان مفيش تطوير تحكيمي بدون ان احنا ننزل الملعب على ارض الواقع نشوف الحكام، نشوف هل الحكم جاهز بدنيا، هل الحكم عنده سرعه كويسه، عنده تمركز كويس، عنده رشاقه ومرونه، كل الكلام دوت في الفتره اللي فاتت حدث في معسكر بورسعيد. ده انا بتمناه يا كابتن اسلام من خلال برنامج حضرتك. احنا بنشتغل مع 30 حكم او 60 حكم، الكلام ده احنا محتاجين نشوفه في جميع فروع جمهوريه مصر العربيه اللي هم 27 منطقه فرعيه، بيتعمل الكلام ده في جميع الفروع اللي احنا بنصور. مش بنصور بس حكام الدوري الممتاز، احنا كمان بنصور القاعده اللي هي تحت اللي هي ممكن نطلع منها حكام على مستوى كويس. طيب يعني انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر على كل هذه المعلومات، كابتن ناصر عباس خبيرنا والمحاضر الدولي.